فايلر لما بيقعد معاك بشكل شخصي ايه اهم النصايح اللي بيقولها لك يا كابتن؟ لا هو على طول بيتكلم معايا هو شخصيا على طول، يعني هو بيحبني اصلا. انا عارفه متحمس لك قوي. بيقول لك ايه؟ على طول بيتكلم معايا فنيا ونفسيا وحتى بعد الاصابه، يعني انا الراجل يعني هو ساعدني كتير بصراحه بعد الاصابه، وانا لسه ما رجعتش لمستوايا وهو عارف كده والناس كلها عارفه كده، بس هو بصراحه لا بيتكلم معايا كتير وعارف يعني عارف مستواي كويس، فبصراحه بساعدني يعني فتره فاتت دايما كلها. داعم ليك. بيقول لك ايه برضه؟ ما هي حاجات فنية. لا طبيعي. طب على المستوى النفسي اللغة حتى يعني لا هو متحمس لأمؤمن بيه. بيبقى إحساس يعني هو حمدي بيتكلم على إحساس. بيبقى ساعات هو اللعيب بيحس المدرب ده عنده ثقة فيه من خلال هو بيحس فيه من اهتمامه بيه. اوقات الاصابه بيسال عليه على طول، ممكن يقول له يلا مثلا يلا مستنيينك عشان تلعب الجزء ده. بيبقى جزء نفسي غير النواحي طبعا الفنيه هنتكلم عليك فيها، لكن على المستوى النفسي هو حاسس ان بايلر كان بيثق في قدراتك. يعني الفتره فاتت كان بيتكلم معايا كتير والله يا كابتن، ان هو ان انا عارف ان انت لسه ما رجعتش لمستواك، وانا عارف ان انت هترجع وانا مش هسيبك لما ترجع لمستواك الاحسن. بس يعني بس انت مستوى الحمد لله وصلت لدرجه، مش هقول لك يعني انت في التوب فورم احسن من كده شويه، لكن انت على يعني وصل 80% يعني 20% دول الاصعب. الواحد لسه برضه قعد 9 شهور ما بيلعبش ماتشات، فخدت ضغط ماتشات الفتره اللي فاتت ورا بعض. حتى هو جه اتكلم معايا الماتش اللي فات ان هو عايز يريحني عشان خدت كذا ماتش ورا بعض، فقعدت فتره برضه ما بلعبش وجيت لعبت كذا ماتش. فبرضه هو الروتيشن ده الروتيشن اللي بيتكلم طبعا زي ما بيتكلم معاك بيتكلم مثلا مع اللعيبه، لان احنا شفنا موضوع الروتيشن ده خاصه في الفترات الاخيره بيعمله بشكل جيد يعني. وموصل احساس ان انتوا ما فيش عندي لعيب اساسي واحتياطي كل الناس فموضوع الروتيشن ده انت شايفه ازاي من خلال سياسه فايلر للفرقه؟ لا هو الروتيشن الفتره دي اكيد مطلوب، يعني هو برضو المدير الفني فبيبقى شايف اكتر، بس اكيد مطلوب. يعني انا الماتش اللي فات كنت محتاج ان انا بقالي فتره بلعب ماتشات محتاج تريح. انت حاسس عايز تريح؟ محتاج ان انا كان ماتشات انت حضرتك عارف يا كابتن الماتشات كل يومين فضغط الماتشات، واحنا كان لعبنا بتاع 4 ماتشات ورا بعض بنسافر اسكندريه وبنرجع وبنسافر ونرجع فلا اجهاد كان قوي يعني.